عزيزي المشاهد أهلاً وسهلاً بك مرة تاني وإحنا بنكمل رحلة البحث والدراسة في كيفية التعامل مع الحروق الحروق هي مشكلة بنواجهها أو ممكن نتعرض لها في أي مكان وفي أي زمان عايز أكد عليكم من حلقات سابقة قبل كده أن الحروق من نفسها لا تمثل مشكلة لكن المشكلة العدو اللدود لينا في هذه الموقعة هو الالتهاب فاحنا عايزين نعمل كل ما عندنا من جهد ان احنا نحمي انفسنا او نحمي الشخص اللي اتعرض للحرق من اي التهاب عايز اقول لكم ان جسم الانسان بيتقسم آه بنسبه مئويه عشان اعرف اقيم آه درجه الحروق آه للتبسيط عشان بس ما ندخلش في معادلات رياضيه آه كبيره آه مساحه كف الايد يعتبر ده 1% من مساحة او سطح جسم الانسان، لو انا اعتبرت ان جسم الانسان كله 100% الحتة دي بس تساوي 1% عشان كده دي 1% دي 1% الصدر 9% البطن 9 الظهر 9 فوق وتسعه تحت الوش كله بنحسبها حوالي 9% المنطقة الجهاز التناسلي دي تعتبر واحد في المية ومنطقة الرجل 18 و 18 أنا ليه بقول هذه التقسيمة؟ لأنه مهم جدا وأنا بقيم الحرق أعرف عمقه ونسبته المئوية في جسم الإنسان أنا هتكلم النهاردة كيف ندير وكيف ندبر أنفسنا لو تعرضنا أو تعرض حد جنبينا للحرق اللي هو من الدرجة التانية أو الثالثة سواء الحرق الجزئي أو الحرق الكلي عايز أقول لو إنت عندك مستشفى الحرق الجزئي والكلي مفروض يروح المستشفى فورا أو العيادة أو المركز الصحي لكن إن لم يتوفر حولك مستشفى أو عيادة أو مركز صحي أنا عايز أقول لك مسؤوليتك هي إن أنت تبقى المستشفى تبقى المركز الصحي تبقى العيادة لأنك طبيب نفسك ومش طبيب نفسك بس طبيب نفسك وكل من حولك أيضا إحنا مفروض نعمل أغراض كتيرة عشان نقدر نهيئ هذا المريض اللي اتعرض للحرق إن هو إن شاء الله يكون في صحة جيدة أول حاجة أوقف الحرق تاني حاجة أحاول أخفف الألم لأنه الم الحرق غير الم الحوادث الم الحوادث نتيجه الصدمات العصبيه بيظهر بعد حوالي ساعتين من الحوادث لكن الم الناتج عن الحريق بيظهر فورا احاول احافظ على مجرى الهواء مفتوح واحنا بنتكلم عن الاغاثه في حلقات مختلفه اتكلمنا ان دي الاولويه بتاعتنا لانه احيانا لما يتعرض الانسان لحرق احيانا يشنق او يبلع حاجه او مجرى الهواء ينسد فلازم أتأكد أن مجرى الهواء مفتوح لازم أحاول أبص إذا كان في إصابات مرافقة يعني ممكن تكون اليد محروقة والرجل مكسورة وشرحه أو اليد محروقة واليد الأخرى بتنزف فمنساش واركز على حاجة وانسى الحاجات الأخرى أتخذ الإجراءات اللازمة لنقل هذا المصاب بسرعة إذا لازم الأمر أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي وأكد عليها لأنه التوصيات الطبية وكل التوصيات والأبحاث الحديثة أكدت عليها زمان لما كان حد مننا بيتحرق كنا بنسرع ونغطي مكان الحرق بمعجون أسنان هذا الكلام خاطئ ومن فضلك ما تعملوش مرات أخرى سمعت من بعض الناس اللي أنا اهتميت بيهم إن هم أول ما اتحرقوا كانوا بيغطوهم بالزيت من فضلك ما تعملش كده لأنك انت سواء في معجون الاسنان والزيت انت بتحتفظ بدرجة حرارة جسم الانسان عالية جدا في حين ان احنا عايزين نخفض درجة حرارة جسم الانسان بعد الحرق. أنا يجب ان أنا استخدم ماء وعذرا لا استخدم ماء بارد مسلج يعني بلاش الميه الساقعة جدا لأنه مجرد ما أنا بستخدم الميه الساقعة جدا على الحروق. إذا كانت سطحية بنقلها للدرجة التانية، إذا كانت درجة تانية أحيانا بنقلها درجة تالتة. أنا بستخدم ماء عادي جدا فاتر من الحنفية لكن ما أروحش أخد حاجة من التلاجة. أصب الماء باستمرار لفترات طويلة قد تصل إلى عشر دقايق. لما بعمل كده أنا عايز أوصي قبل ما أسيبكم في هذه الحلقة، لا تفرط في تبريد المصاب. يعني ممكن ميه بارده ومروحه لكن ما تكثرش في استخدام المروحه والميه البارده لانه لو لو الانسان فقد درجه حراره جسمه المركزيه هيبقى تعرضنا لمشكله كبيره قوي لا تنزع اي شيء ملتصق بملابس الشخص لانه ممكن وانت بتحاول تشيل الملابس عنه انت بتروح شايل الملابس بالجلد وده امر خطير جدا لكن بكل حرص ممكن تقدر بمقص تحاول اذا لقيت انه في التصاقات بين الهدوم وجلد الانسان من فضلك تريس واترك الموضوع ده لاحقا او بعد ما تنقله المستشفى الفريق الطبي هيقوم بعمل كده لا تلمس بايدك الاماكن المحروقه الا اذا تاكدت كويس جدا ان انت غسلت ايدك انت هتتعامل مع سوائل جسم الانسان احمي نفسك اتاكد ان انت لابس قفازات لو قدرت لو ما قدرتش زي ما اتفقنا اتاكد انه ما فيش جروح يقدر من خلالها تنتقل اي نوع من العدوى من الانسان اللي تعرض للحرق ليك لا تقم بوضع اي مواد زي ما اتفقنا على منطقه الحرق سواء دهون او شحوم او اي شيء وخلافه ربنا يساعدنا لانه في لحظات الحرق والاصابات الناتجه عن الحرق الاعصاب بتكون متوتره جدا مفيش حد هيهدي ويطمن قلوبنا ويدينا سلام واحنا بنحاول نساعد الناس الا اللي خلقنا لانه عارف كويس اوي ازاي يقدر يساعدنا في كل الاوقات الحرجه